عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أب لواحد الطفل سمية ديالو عبد الله. كان وقع له واحد الحادث، يعني طيحوا واحد من الطبقة ثلاثة في الشارع ديال العوامة، وتهرس من يدو من رجلو، ثلاثة الهرسات من يدو ثلاثة الهرسات من رجلو في شهر واحد. ملي تهرس كان نهار الخميس، جات لابيلونس ديسو محمد الخامس، جاو مورايا الشرطة. المهم جا مورايا واحد الضابط، شاف هضر مع ابني، قال له فلان طيحني، الطفل الشاب اللي طيحو. المهم بعد الابن ديالي عنده دابا 7 سنوات بالضبط، يعني 7 سنوات طيحو واحد الشاب كيقولوا له زكريا، ساكن في السفلي. من بعد عيطوا لي الشرطه، جيت عطيتهم شهاده. ما شفتوش انا الماء، قال لي انا تابني كيقول لك شبروا في يدو، ما عرفتش واش مشي لعما وفلت له ولا مشي يعمل له شي حاجه وطيحوا. انا ما شفتوش، يعني ابني كيقول هو طيح. طبقة ثلاثة، يعني كاين كراج، كاين السدة، وكاين الكراج اللي حنا فيها، وكاين واحد السطح قبالتنا، السكنة اللي ساكن فيها كاين واحد السطح قبالتي. المهم عطيتهم، أنا قلت لك عطيتهم شهادة الطبيب اللي عند البوليس. قالوا حنا نعيطوا لك، عيطوا لي وحنا تلاقيتهم في الحومة، جاو شافوا الدار ومشاو. عاود دوزنا شي سيمانة عيطوا لي، قالوا لي عاود لعندنا العوامة. مشيت لعندهم العوامة، هضروا مع الأب ديك الطفل وديك الشاب والأم ديالو، وهو أنا بقيت تما حتى الأربعة صافي، ما عيطوا ليش من ديك السك. أنا ابني كان مهرس، ما كنتش كنقدر، يعني ما كنتش كنخرج، عيني 7 شهور وعيني في الأرض. كندير الطبيب كل الأربعة، كل الأربعة كان عندي كونترول، كتعمل له الراديو ليدو على رجلو. بعد الايام كتجبر الاضراب، كندير الهلال الاحمر، عاود كتعمل له الراديو. المهم بقات الامور هايده، حتى هاد ملي زودت له القوس في الشهر 6 عمل امتحانات. السيد اللي ساكن عنده في الدار بقى يلعن، شكون جا عندك، شكون طلع هذاك، شكون هذا، بدا يقول لي تنازل على الدعوه، ما تمشيش. حتى وصلت شهر 11، شهر 11 قلت له انا ما تبقاش تهضر معايا، فلوسك انا نعطيهم لك في المحكمه. مشى جاب لي عون قضائي بان ما خلصتوش 5 شهور ظلما وعدوانا. انا مشيت للمحكمه، ملي مشيت للمحكمه سولت على الدعوه، جبرت تحكمت بالبراءه. كيفاش تحكم بالبراءه؟ الله اعلم. 3 شهور، ولحد الان باقي متبع، يعني الحال لحد الان باقي متبع مع الدكتور عنده، باقي كيمشي بالعكاكز، واخر موعد عندي نهار في شهر 12. حكمت البراءه، مشيت لعند وكيل الملك، الوكيل العام قال لي خصك، مشيت لعند وكيل العام قال لي خصك الدعوه تجي للجنائي. مشيت عملت الاستئناف وكنشوف. دابا انا كنستغرب، ماشي كنستغرب وحدي، حتى بزاف ديال الناس تما في المحكمه كيقولوا لي كيفاش تحكم البراءه. الله اعلم، يعني ما عارفينش كيفاش تحكم البراءه. واش العائل مهرس من يدو 3 شهور ديال الطبيب مهرس وما عيطوليش؟ هذا هو الاستغراب اللي كاين. يعني هو عنده واحد جوج دخواله في البوليس كيقول لك ربما يكون هما عملوا شي حاجه. انا كنطلب من الراي العام الوطني والناس الخبراء ديالي يجوا، الشرطه العلميه يجوا للدار ويشوفوا اي واحد، يعني هما عندهم تجربه في هذا المجال. الشرطه العلميه تعرف اللي طيحوا، كان طيحوا هو ولا كان طيحوا شي واحد اخر. والمعلومه اللي اهم، وكان جا عندي وحنا طلعت المقاطعه وتلقيت واحد عاون السلطه، قال لي شي واحد، قال لي خا طيحوا، قلت له انا لا، خا هو اللي كنت كيلعب على برا. قال لي اذا شي واحد طيحوا، ما كانش بوحده. اذا هنا خصنا هاد اللغز، خصنا نعرفوا شكون اللي طيحوا، كهذاك زكريا ولا يكون شي واحد اخر. الله يعلم. ضعتي فيه، ماشي ضعتي فيه وضعت في الفلوس، وهذا دابا كيقول لك باغي تخرجك للدار. يعني انت ضعتي في بالك وضعتي في رزقك، راني تقريبا وضرب الحساب انت عيط ثروة 300 درهم، 300 درهم في النهار، ضرب الحساب اي واحد ضرب الحساب تم، وزيد عليها شهرين، والله الذي لا اله الا هو شهرين من عسنا لنا لا هو شهرين، وكيبكي والله ما كنا كنعسو. اكي في قبل اللي كيبقى يقول لي هابي هابي. ما كيفاش غتوقعوا انت ابنك مهرس وكيحكموا عليه بالبراءه؟ وعاد كنشوف انا هذيك العذاب اللي شهرين هو كيعيط بالعاده، وابي ابي كيسيبني ابي. كاين ناس لا انا لا هو حتى الماكله، الماكله ما كناش، الماكله ما كناش كناكلو كاملين بها. يعني سبحان الله، الفلوس اللي كان الفلوس اللي كان عندي كنت نقول غنشري بهم طريف الارض ونبنيه، غنبي واحد البراكه ونبنيه ساعه خسرتهم عليه. وفي اخر ساعه يجي مول الدار يمشي يكذب عليك يقول لك انا خلصت شي 5 شهور، جاب لي عاون قضائي بان سكيساني 6000 درهم.
ماشي عيد العقرة يعني شي حاجة انت في بلادك ومحقور، كنمشي عند البوليس كيبقى يغوت عليا يا الصباح، نمشي لعند البوليس الدائرة 8 كيغوت عليا، انت ابنك مرزي واخر تعرضوا له البارح، تنقول له انا ابني تعرضوا له البارح وتعرضوا لي انا في الطريق ونكون هما اللي دفعوها، هو كيقول لي اسكت. شكون؟ لا انا ما هضر معي حتى شي واحد، لا با ديك العائله ماما لا هو حتى شي واحد، وما عنديش الحق نهضر معاهم لان انا ما شفتي، انا كنتبعوا قانونيا ولكن القانون ما عملوا معنا حتى شي حاجه. انا قلت لك كتمشي عند وكيل الملك كيهضر معك مؤدب، كتمشي للوكيل العام كيهضر معك مؤدب، كتمشي للكوميساريه ديال سانترال وزد المدينه كيهضروا معك، كتجي للدائره 8 كيبقاو يسبوا فيك، علاش ما نعرف؟ واش هاد الناس اللي باغيين واش بقاو نعملوا شرع؟ باقي حل واحد دابا، انا كنقول قبلت للراي العام الوطني كامل، باقي لي حل واحد، يا دخل الشرطه يا نشبر ديك العائله ونسيبو من ديك السطح وتالك من الدار نسيبو من تما، واجي يحكموني انا بالاعدام. انا كنقولها هذا اخي، انا كنقولها وكنعاودها، والله الذي لا اله الا هو، ما خدوا لي شي حقي، كنت انا خد حقي بيدي، انا صافي وصلت ليا العظام يعني، كنحس براسي لا صحتي بني مشى، انا صحتي مشات، الفلوس مشاو، وجيت خرجك هو للشارع وحكموا علي بالبراءه، يعني في محكمه ابتدائيه حكموا علي بالبراءه، انا بقيت كنبكي يعني تصدمت، يعني تسخرت جبرت راسي في محمد الخامس، يعني ما كيفاش حكموا علي البراءه، وانا ندم اللي تما والكتاب اللي تما عطاوني لقاو لي حكموا البراءه بشهر 5 حكموا عليه، وانا ما جاتني حتى استدعاء، يعني استدعاء ما جاتنيش للدار نهائيا. الرساله ديالو للراي العام هو خصني نفتح حق من جديد، يعني انا خصني حق ابني، حق ابني ما يضيعش. لا كيقرا دابا كنديه وكنديه، ماشي انا كنديه وكنديه كنهزو، كنديه ونهزو، يعني حتى دابا ما خدامش يعني تابع ابني. صافي حقي ظهر، كندفعو زكريا ولا دفعو شي واحد اخر حتى حقي ظهر. نعرف انا. الكلمه الاخرى كنطلب كنشكر اولا شوف تي في اللي جات لعندي، هي المنبر الاول اللي جا عندي، كجزاهم الله خيرا وكنشكرهم بزاف على هذه الالتفاته، لاني ما كانش عندي الحل يعني هو الاعلام، هما اللي كنشكرهم بزاف، وكنطلب من الراي العام الوطني المسانده والدعم ديالنا في هذه المحنه، يعني اي اب ولا اي ام كتحس يعني بناطع وخسرت عليه كل شيء، هو دابا كنديه في يدي حتى الدرج ممنوع يطلع فيهم، يعني البارح بني كنلعبو انا وياه كندير البحر دابا هما رزاوني فيه، وباخر ساعه يقول لك انت تشرد انت ولادك، الفلوس اللي كان عندي خسرتهم عليه، ويجي اخر يقول لك عاود خرج عليا من الدار. بغيت حق ولدي. والله ما بقيتش قادر نهضر، ما بقيتش قادر نتحمل، يعني كنت شفت فينا كل شيء، وهذه دولة الحق ودولة الحق والقانون والعدل، وكيقول لك الشعب المغربي شعب كريم، وانت كيشوفوا كاع هذاك الشيء كيشيد بالزور، شي كيعرف ولادك بتجوعوا كيمشي، واقسم بالله الا كنا كنبقاو بتجوعوا ونخلصوا الكرا، كتبقى بتجوع وتخلصوا الكرا ديالو باش ما يهضرش معاك، وفي ساعه يمشي يكذب عليك ويخرجك انت الشارع. كما انا كنطلب عين الحق دبني، ما خصني لا فلوس لا هذا لا هذاك، رزقنا على الله سبحانه وتعالى، يعني هذا اللي يطيحو خصني نعرفو صافي، كوا انا هذا كل شيء واحد اخر. جزاك الله خيرا، الله يفتح عليكم.